إن الألباني رحمه الله عثرت على كلام له في الضعيفة يعلق على حديث موضوع، فقال إن هذا الحديث يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. قال: فهذا الحديث يفيد بأن روح النبي عليه الصلاة والسلام مفارقة لبدنه، ويتعارض مع هذا الحديث الذي هو: ما مات نبي إلا ردت عليه روحه بعد 40 صباحا. فيقول: حصل التعارض هنا، فمن غير المعقول أن ترد روحه في الحديث الصحيح والحديث الآخر أن روحه ترد إليه بعد 40 صباحا، فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الحديث لا يصح، لأنه معارض للحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، ولم يذكر أقوال من سبق. فهذا يفيد بأن الألباني رحمه الله أخذ بظاهر الحديث، وهذا ما يؤيد ما ذكرته من أن هذه أمور غيبية لا ندرك كلها، فنبقى على النص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. هذا الحديث حديث صحيح، وصححه قبل الألباني محدثون كثر، ولكن وقع عندهم إشكال، وهذا الإشكال هو: كيف يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام روحه مع أنه حي؟ وبالتالي فإن هذا الحديث يشكل من حيث إن هناك مفارقة لروح النبي عليه الصلاة والسلام لبدنه، ويترتب على ذلك محظورات، من بينها أن هناك موتات ترد على النبي عليه الصلاة والسلام، موتات، مع أن الله عز وجل لم يذكر إلا موتتين وحياتين: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى عن أهل النار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فيلزم من ذلك أن تتردد روح النبي عليه الصلاة والسلام على بدنه، لأن المصلين عليه كثر، بل ربما أن الصلاة تتكرر عليه في آن واحد، إذا حصلت صلاة من هذا ومن هذا ومن ذاك في وقت واحد. وهذا إشكال تحدث عنه بأوجه كثيرة. فقال بعض العلماء إن الروح هنا عبارة عن ملك، لأن الملك قد يعبر عنه بالروح في كتاب الله عز وجل، وبهذا يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. وقال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام مستغرق في عبادة الله عز وجل، كما هو الشأن في موسى، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره، وهذا من التلذذ. فيكون رد الروح ليس معنى أنها كانت مفارقة له ثم رجعت، وإنما رد الروح وإيقاظه وتنبيهه. وقال بعضهم إن قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رد الله علي روحي، جملة حالية، رد الله علي روحي جملة حالية للماضي، والجملة الحالية إذا كانت مصدرة بالفعل الماضي يقدر قبلها قد. إلا رد الله علي روحي، يعني أن روحه مردودة إليه في الماضي، إلا قد رد الله علي روحي. وذكروا أن البيهقي رواه بإضافة قد، ولذا قال تعالى: حصرت صدورهم. هنا جملة حالية لكنها مصدرة بالفعل الماضي، فيقدر قبلها قد، يعني قد حصرت. وهذه فائدة اللغة العربية، هذه هي أوضح وأبين ما قيل فيها، حتى تحدث عنها علماء كبار كالسخاوي رحمه الله، السيوطي وغيرهما. فهذه أجوبة، مع أن من ذكرها من هؤلاء لا يزال الإشكال باقيا عنده، لأنها أجوبة فيها ما فيها، وذلك لأن قد اتيانها بعد إلا غير وارد. لكن هذه الرواية عند البيهقي لم أقف عليها، ولو ثبتت لكان فيها رد على من منع مجيء قد بعد إلا في الجملة الحالية. كلمة الروح تأتي في كلام الله عز وجل على أنواع، ولا يمكن أن تحمل في هذا الحديث، لأن فيه ركاكة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
أضاف الروح إليه، فكيف يكون ملك؟ فهذا التوجيه فيه شيء من التعسف والبعد. هنا الحديث حسن الألباني رحمه الله حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا الحديث لا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فهم يبلغونه عليه الصلاة والسلام، وهذا التسليم الحاصل عن طريق التبليغ، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا بلغه رد الله عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، وليس هناك تأخر، لأن الحديث منصب على رد السلام ليس على تبليغه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي، يسلم عليه أحد فيصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التبليغ، فإذا وصله رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. كيفية ما يكون في القبر الله أعلم به.